صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم لسنة 2016 ونص المرسوم الأول رقم 13 على تجديد تعيين الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة محافظا لمحافظة العاصمة وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة أربع سنوات. فيما نص المرسوم الثاني رقم 14 على تعيين الدكتور الشيخ صباح بن حمد ال خليفه أمينا عاما للمحكمه الدستوريه، وجاء في المرسوم الثالث رقم 15 بأنه تنقل تبعيه إداره الشؤون الفنيه للمناقصات الى الامين العام المساعد لمجلس المناقصات والمزايدات.